بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا السيدة الرئيسة، السيد الوزير المحترم، فعلا كتبتوا مرة عن أخرى أنكم حكومة كتجعل في صلب اهتمامات ديالها المرأة المغربية والإنصاف ديالها، وهذا من خلال مجموعة المحطات اللي من بينها إخراج صندوق التكافل، صندوق دعم الأرامل، والآن الدوريات اللي ما كانتش آخر دورية في 2010 وإنما دورية 2012 هي اللي كانت حاسمة. ولكن السيد الوزير، التفعيل يعني وإعمال هذه الدوريات كيلقى مجموعة المشاكل، منها ما ذكرتو من أن النواب ما كيسجلوش النساء، أيضا هناك عدم قبول الطعون المقدمة من طرف النساء وأنتم تجلسوا وصايا بصفت وزارتكم هي الوزيرة الوصية، أيضا عدم توحيد المعايير الاستفادة، سيرة الأعراف والتقاليد بدل القانون، لذلك السيد عدم ترتيب الجزاء على خرق المذكرات الوزارية ديالكم. لذلك حنا كنقترحوا لكم السيد الوزير أنكم تعملوا على تحويل المذكرات إلى قرارات إلزامية ترتب آثارها بإلغاء أي لائحة لا تضم النساء، أيضا تنظيم حملات تحسيسية ودورات تكوينية، وكذلك العمل على تسهيل ولوج المرأة السلالية إلى المجالس النيابية حتى تمكن المرأة من إدارة ديال الشؤون ديال الجماعة ديالها. وما انتظروش سيدة النائبة.